نختم اخبارنا الزملكاويه من عند مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه الكابتن حسين لبيب اللي تعاقد مع 7 مواهب من مشروع كابيتانو مصر عشان ينضموا لصفوف فرق قطاع الناشئين لكره القدم في نادي الزمالك خلال الموسم الكروي الجديد. وضم بقى سباعي الزمالك المنضم حازم اليماني مواليد 2008، وعيد العزازي مواليد برضو 2008، محمد بسيوني مواليد 2009، وعبد الرحمن علاء مواليد 2009، ويوسف علاء برضو 2009، والسيد محمود 2009، ومحمود ناصر شيكا 2009. كل اللعيبة دي من المواهب اللي خرجت من مشروع كابيتانو مصر. وكان عقد كابتن حسين رئيس النادي جلسة امبارح مع كابتن محمود سعد المدير الفني لمشروع كابيتانو مصر لإتمام التعاقد وإعلان انتقال السباعي إلى صفوف القلعة البيضاء. وجه الكابتن حسين الشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الكبير لمشروع كابيتانو مصر وحرصه الدائم على دعم المواهب المصرية في كل المجالات الرياضية وليس فقط كرة القدم. كمان كابتن حسين لبيب أشاد بحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعم المشروع وتوفير كافة سبل النجاح. كمان أشاد بالمجهود الكبير الذي قامت به الشركة المتحدة من أجل ظهور العديد من المواهب الشابة القادرة على صنع الفارق في مستقبل مصر بكرة القدم من خلال مشروع كابيتانو مصر.